بسم الله الرحمن الرحيم. عرض اليوم 5 نعجات عشاير وكبش. كبش كسر 6 والغنم سنهم واحدة كسر جوز جديد واثنين اربعات واثنين خناصر. ام شامة بيضة بقها دي كسر جوز جديد. ايوه الفوق الكبشة اللي قدام مبالح دي كسر 6 والكبشة الورنية كبش مقصوص على فكرة، هو اسمر بس مقصوص. دي اللي كسر جوز اللي قدام دي. ايوه الطويلة دي عزلك، ده اللي كسر جوز. اقف انا. ايوه عزلك ده، عزلك ده. ايوه دي كسر جوز واحد اهي. رجع وقف عنده. اي ما شاء الله دي كسر جوز واحد اهي، مشامة دي. ودي اللي كسر 4. ايوه اهي الاثنين دول ما شاء الله. بس بالراحه بس رجع سي يصلي على النبي. اوعى 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 هم دي كسر جوز واحده كسر 4. هاتوا يا ساكره خش انا كده هم يصلي على النبي. امشي امشي عليك بقى سوى سي سوى. اوعى اوعى كبش كسر 6 جديد ضروبه لوحده ما شاء الله عليه بالضروبه لوحده. سيبهم اوعى يا رب. نتوكل على توفيق ربنا.